أترحم على أرواح شهداء الأبطال نهضة الوطن الذين استشهدوا ليلة أمس في منطقة بولعابة من ولاية البستري، وأتقدم لعائلاتهم والأسر الأمنية بأحر التعازي. سأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فراغيس جنانه ويلهم أهلهم وذريهم بين الصبر والسلام. ونؤكد أن هذه العملية مذهبية الجبانة لن تمر بدون عقاب، وأننا سنلاحق الذين القتلى في جهودهم بالقضاء عليهم لتطهير بلادنا منهم وبسط الأمن في كافة المناطق. ولابد أن يدرك الجميع، أن يدرك شعبنا، أننا في حرب ضد الإرهاب، لما تتطلب الحرب من يقظة واستعداد دائم وجاهزية وطول نفس وتضحيات. كما أن الحرب ضد الإرهاب تتطلب وحدة مقدسة للمجموعة الوطنية، لما تتطلب الحرب مجموعة الوطنية بأسرها والوقوف صفا واحدا وراء أبطالنا الأمنيين والعسكريين. وأن كل تشتيت لجهودهما العسكرية والأمنية لا يمكن إلا أن يستفيد منه الإرهاب والإرهابيون. إن المعركة ضد الإرهاب معركة طويلة وشاقة تقتضي تضافر الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية ووضع المسح العليا للوطن فوق كل اعتبار. وإن هذه العملية الإرهابية الجبانة لن تزيدنا إلا إصرارا على ملاحقة الإرهابيين حيثما كانوا والقضاء على دابر الإرهاب في بلادنا. إن أبطال حس الوطن والجيش الوطني وكل الوحدات الأمنية الذين ما فتئوا يتكبدون التضحيات الجسام سيبقون درعا للوطن وحصنا منيعا ضد الإرهاب والمحاولات اليائسة لإرباك المسار الديمقراطي وتعطيل مسيرة شعبنا على درجة التنمية والتقدم. هذا البيان اتفق عليه في مجلس الوزراء، بالطبع انطبق مجلس الوزراء لعدة بيانات. كان البيان الأول يخص الوضع الأمني في البلاد، وقدم السيدان فحات الحشاني وزير الدفاع والسيد محمد ناجي الرسولي وزير الداخلية بسط الوضع الأمني في البلاد. كذلك طلب البيان الثاني لقدم السيد وزير الخارجية حول الوضع في ليبيا داعيته على المنطقة وعلى بلادنا بصفة خاصة. مثل ذلك قدم السيد وزير التجارة بيان حول الوضع التحكم في الأسعار. على إثر البيانات هذه تم التطرق إلى نقاط أخرى في جدول الأعمال، وتهم النقاط هذه مشاريع قانونية. كان يخص المشروع الأول في قانون العلاقة الموافق على اتفاقية قرض مبرمجة 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الأمنية للقروض لأجل إعادة الإعمار للمساهمة في تنفيذ مشروع تعصيب الأسرة الضرورية. وهذا مشروع هام يتم إنجازه من طرف وزارة التربية، قيمته الجملية فوق 400 مليون دينار، ويشارك في تنفيذه الجانب الألماني والصندوق والبنك الأوروبي للاستثمار. المشروع الثاني كان يهم قانون تعرف الموافقة على القرض هو تونس 25 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمساهمة في تمويل برنامج تطوير الأحياء. الأولويات طرحناها في برنامج قدمناها لمجلس جمهور الشعب. المشروع الثالث هو مشروع يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص لتمويل مشروع التنمية في الأحياء المندمجة ييرس. يدخل كذلك من إنجاز والإسراع في إنجاز المشاريع هذه في إطار الأولويات بالنسبة لحكومتنا. المشروع الرابع هو مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20
نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية لتنمية التجارة المتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعة التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخاص ومنتجات البترول. المشروع الخامس والأخير بخصوص الاتفاقيات والاستثمار هو مشروع يتعلق بمنفقة عقد التمويل المبرم بين تونس المبرم بتونس في 19 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار المساندة في دعم مشروع تعسير المؤسسة التنموية. كما ذكرت هناك مشروعين قسم داخل التمويلات ومشروعين الأول الألماني لفترة الهدوء والثاني يهم البنك الأوروبي للاستثمار. هذا بالنسبة لمشاريع قومية تخص الاتفاقيات مع البلدان الشقيقة والصديقة ومؤسسات التمويل العالمية. انطلق كذلك المجلس في مشروع قانون يتعلق بضبط العفايات من معلوم بمناسبة مغادرة الدير التونسية. كنت تعرف إشكالية معناها مطروحة ونضرب فيها المجلس وتعمقنا في الموضوع لإيجاد حل للإشكالية المطروحة بالنسبة خاصة للمواطنين تبعي المغرب العربي ولا برامج يجب اتفاقية حول الموضوع هذا. حاليا كيف يلعبوا في الحدود التونسية مقابلين باش يدخلوا الأتوبيس بالنسبة للخروج من التونسية. المشروع القانون الثاني اللي قدمه وزير المالية يخص التخفيف الإجباري من أصحاب دخل الضريبة، وهذه إشكالية صارت في تطبيق القانون الإجباري اللي خفف من على بعض الفئات، لكن كان عنده انعكاس ايجابي انجاز عنه ان بعض الفئات من تطبيق التعريفه الجديده نتاع الجبائيه ولاو ياخذوا اقل من اللي هما ياخذوا 5000 دينار، وهذا مفهوم تاع خسائر في السنه، وهذا حدث بعض الاشكاليات اللي صارت امبارح، صارت بعض الاشكاليات على مستوى خاصه لعفاء الحاج والعمر والمصدر اللي تم الاتفاق لمراجعة العملية هذه لتصحيحها باش ما يأديش التطبيق هذا إلى لكن ياخذوا أكثر من 5000 دينار وطبق عليه معلومة جديدة وياخذوا أكثر من 5000 هو من حد أدنى في خلاص هذا، إذا خلقت إشكالية وخلقت أدنى مشاكل شفناها على الصحة. هذا بالنسبة للمشاريع القانونية. كذلك طرق المجلس عدة مسائل أخرى منها الموضوع اللي يهم تفويت في طائرتين دي سي تي لأربيس أدوى سوكران في البوليم 1970. كما تعرف الموضوع هذا كبير موضوع قديم جديد وعنده 4 سنوات ونحن نحطه في آخر المطاف اتفقنا على بيع طائرة دي أدوى سوكران بالطبع باحترام التأكيد القانونية المعمولة. بالنسبة للطائرة الثانية من أوقاع أرجاء نظر فيها لمجلس وزاري مضيف سابق في التعمق في الموضوع وأخذ قرار نهائي في شأنه. الموضوع الأخير الطرف فيه هو تسمية بعض الوظائف العليا في الدولة وتخص بعض ديوان رئيس الحكومة وبعض الدول الأخرى. أعرف أخذ قرار لتعيين مسؤولين في المهمات هذه. هذا بمجرد أن تم التطرق إليه بالنسبة للمجلس هذا، وكما ذكرت في البداية أول مرة نعقد من الوزراء من رئاسة رئيس الحكومة تطبيقا للفصل 90 من الدستور، ونحن ذلك كما ذكرت كذلك أن رئاسة رئيس الحكومة كان مسألة الحكومة مباشرة.